نعم. في سورة الأعراف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن العلو صفة ذاتية لله عز وجل ملازمة لذاته، فهو لا يزال في العلو سبحانه وتعالى. وأما الاستواء فهو صفة فعلية يفعلها إذا شاء، ولذلك رتب الاستواء على العرش على خلق السماوات والأرض. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فرتب الاستواء بعد خلق السماوات والأرض، لأنه من صفات الأفعال التي يفعلها إذا شاء. والعرش هو أكبر المخلوقات، هو محيط بالسماوات والأرض، كما قال جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي هو العرش، وقيل الكرسي غير العرش، الكرسي موضع القدمين، والعرش أكبر من الكرسي. إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض وهو موضع القدمين، فكيف بالعرش؟ العرش أعظم، ولهذا وصفه الله بالعظمة: رب العرش العظيم، رب العرش الكريم، رب العرش المجيد. فهو عرش عظيم لا يعلم عظمه إلا الله سبحانه وتعالى. وفي سبعة مواضع كلها بهذا اللفظ: استوى على العرش، استوى على العرش الرحمن، يدل على أن الاستواء هو العلو. استوى يعني على العرش. قال الإمام ابن القيم في تفسيرات الاستواء: ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع. أربعة معاني: استقر على العرش، صعد على العرش، ارتفع على العرش، كلها بمعنى واحد وهي العلو. وليس بحاجة إلى العرش ولا غيره من المخلوقات، فهو الذي يمسك العرش ويمسك السماوات والأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما، يعني إن بمعنى ما نافية، ولئن زالتا ما أمسكهما، إن يعني ما أمسكهما من أحد من بعده. فهو سبحانه العلو له دائما وأبدا، لا يزال عاليا على مخلوقاته. وأما الاستواء فهو يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى في سبعة مواضع كلها استوى على العرش. فالذين يقولون استوى بمعنى استولى على العرش، هذا لفظ باطل. من أين جاءوا باللام هذه؟ زادوها في الوحي، زادوها في القرآن. استولى، استوى على ما هي عليه، ما يزاد فيها. هذا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة زادوها استولى، هذه لام زائدة في القرآن. استولى، استوى، ما هو استولى، استوى، هذا لفظ الرحمن سبحانه وتعالى. وأما استولى هذا لفظهم هم. نعم. قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذه آية الأعراف: ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. استواء يليق بجلاله سبحانه. نعم.
وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. نعم. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم. سبعة مواضع كلها جاءت بلفظ واحد: استوى على العرش. استوى على العرش، استوى على العرش الرحمن، كلها بمعنى واحد. فلا مجال لمن يؤول استوى بمعنى استولى. وأيضا استولى ليس خاصا بالعرش، فهو استولى على كل المخلوقات، العرش وغيره، إنما خص العرش استوى عليه، دل على أن الاستواء ليس معناه الاستيلاء. هذا تفسير باطل ولا من زائدة من عندهم. استوى على العرش ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش، سبعة مواضع في كتاب الله بلفظ واحد، كيف يأولونها بأنه استولى؟ زجاء بلام من عندهم علشان مذهبهم؟ لا. نعم. وقوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. نعم. الله جل وعلا قال لعيسى ابن مريم عليه السلام لما تآمر اليهود يريدون قتله وحاصروه ووصلوا إليه، رفعه الله من بينهم، رفعه الله من بينهم وهم لا يشعرون، رفعه الله حيا من بينهم وهم لا يشعرون، ومكروا ومكر الله، الله خير الماكرين، فرفعه الله من بينهم وهم لا يشعرون. قتلوا واحدا وصلبوه لأن عليه شبه عيسى وظنوه أنه عيسى، وهو الذي دلهم على مكان عيسى، خان عيسى عليه السلام ودلهم عليه ليقتلوه، فأوقع الله القتل والصلب عليه والعياذ بالله. نعم. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، شبه، وضع شبه عيسى على هذا الرجل الخائن فقتلوه وصلبوه، نسأل الله العافية، رفعه الله من بينه. قوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك، ليس المراد بالوفاة قبض الروح، المراد بالوفاة هنا قبض الروح والبدن جميعا. متوفيك يعني قابضك من بينهم، ورافعك إلي، قابضك حيا ورافعك من بينهم، لأن التوفي له معاني. نعم. إني متوفيك يعني قابضك من بينهم، فرفع إلى السماء حيا بروحه وبدنه عليه الصلاة والسلام، ولا يزال حيا في السماء، وسينزل في آخر الزمان، ونزوله من علامات الساعة، ينزل عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، ونزوله من العلامات الكبرى لقيام الساعة، ويقتل الدجال، ينزل ويقتل المسيح الدجال، ويريح المسلمين من شره، ويحكم المسلمين بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يأتي بشريعة غير شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فيعتبر مجددا لشريعة محمد من المجددين. نعم. وقوله: بل رفعه الله إليه،
رفعه الله إليه، في إثبات العلو لله، لأن الرفع لا يكون إلا إلى أعلى. والله رفع المسيح حيا بروحه وبدنه إلى السماء. نعم. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى قوله إليه يصعد، والصعود يكون إلى أعلى، إليه يصعد الكلم الطيب، التسبيح والتهليل والتكبير، يصعد الكلم يعني يرتفع الكلم الطيب الذي يقوله المسلمون، والعمل الصالح يرفعه. فلا يكفي القول، لا بد من العمل، والعمل الصالح يرفع القول، أما قول بدون عمل فلا يرتفع إلى الله عز وجل. نعم. وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، قول فرعون لوزيره هامان، لوزيره هامان لما جاءهم موسى عليه السلام ودعاهم إلى الله وقال له ما أمره الله به، تكبر وتجبر ولم يقبل من موسى عليه السلام قوله، وقال لهامان من باب المكابرة وزير هامان يا هامان ابن لي صرحا، الصرح هو البناء المرتفع، الصرح هو البناء المرتفع، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات. هذا هامان يبي يبني لما يبلغ السماوات، لكن هذا من باب العجرفة، هو لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أدل هذا على أن موسى عليه السلام قال لفرعون إن الله في السماء، وهو يريد أن يكذبه. هذا من أدلة علو الله سبحانه، قول فرعون هذا يدل على أن موسى، ما نقول هذا دليل قول فرعون، دليل هذا يدل على أن موسى قال لفرعون إن ربه في السماء. نعم. وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. إلى إله موسى، شبه الكبر، ما هو معترف أنه إلهه وإله إله موسى. نعم. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء، من في السماء، ومن في السماء إن أريد بالسماء المبنية ففي يعني على، على السماء، وإن أريد بها العلو ففي ظرفية، الله في العلو سبحانه وتعالى. نعم. من في السماء أن يخسف بكم الأرض، الخسف هو انقطاع الأرض تحت الناس حتى يسيخوا فيها ويهلكوا فيها. نعم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء، أم أمنتم، مرة ثانية، أم أمنتم من في السماء، وهو الله سبحانه. هذا من أدلة إثبات علو الله سبحانه وتعالى وأنه في السماء. إن أريد السماء المبنية ففي بمعنى على، وإن أريد بها العلو فهي على بابها للظرفية. نعم. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أن يرسل عليكم حاصبا يعني ريحا حاصبة، كما حصلت لعاد، كما حصلت لعاد الذين أهلكهم الله بالريح العقيم حصبتهم. نعم. فستعلمون كيف نذير، كيف ستعلمون أيها الناس كيف نذير، كيف نذيري، فحذفت الياء، ياء المتكلم للتخفيف، وإلا أصلها كيف نذيري، ولهذا تجدون الراء مكسورة، مكسورة لتدل على أن، لتدل على المحذوف بعدها وهي الياء. نعم. وقوله
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى. في ستة أيام، الله قادر على أن يخلقها في لحظة، ولكنه أراد سبحانه أن يعلمنا التنظيم وعدم العجلة، عدم العجلة في العمل، لأن هذا أتقن للعمل، وإلا هو قادر على أن يخلقها سبحانه في لحظة، لكن هذا من باب تعليمنا، باب تعليمنا. وأول الأيام يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة، يوم الجمعة تكامل الخلق في يوم الجمعة، أولها الأحد وآخرها الجمعة، هذه ستة الأيام. نعم. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. يعلم ما يلج، هو على العرش فوق مخلوقاته، وعلمه في كل مكان، يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل فيها من أموات ومن حبوب ومن ما يدخل في الأرض في باطن الأرض. نعم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما يعني يسرب فيها في السربات، وهي محل الوحوش ومحل الحشرات التي تدخل في سراب في جحورها. نعم. وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج منها، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها من نبات ومعادن ونعم ومياه وغير ذلك. نعم. وما ينزل من السماء، وما ينزل من السماء من الملائكة ومن الأمطار. نعم. وما يعرج فيها، ومن الوحي. نعم. وما يعرج فيها يعني يصعد، يصعد إلى السماوات. نعم. وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم، معية عامة، هذه معية عامة، معناها الإحاطة جميع المخلوقات، وأما المعية الخاصة فهي للمؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال لموسى وأخيه هارون إنني معكما، قال لا تخافا، إنني معكما يعني بالنصر والتأييد والاطلاع، أسمع وأرى، يسمع ما يقوله فرعون ويرى ما يفعله فرعون فيمنعكم منه ويصده عنكم سبحانه وتعالى. نعم. تطمين لموسى وأخيه هارون، لأنهم سيواجهون جبارا فاتكا، يواجهونه بالكلام وبالموقف، يعني مرهب جدا. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وهو معكم بعلمه وإحاطته أينما كنتم، من بر أو بحر أو بلد، هو مع عباده، المعية العامة التي هي الإحاطة. نعم. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ما يكون من نجوى أي تناجي ثلاثة بينهم، يتناجون يتكلمون، إلا هو رابعهم يعني معهم بإحاطته وعلمه سبحانه وتعالى. نعم. ولا خمسة إلا هو سادسهم، نعم كذلك، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، ولا أدنى من الثلاثة والأربعة إلا ولا أكثر إلا هو معهم بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. نعم. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، معهم أينما كانوا، من بر أو بحر أو بلد، في ظلمة في نهار، في أي على أي حال هو معهم بعلمه وإحاطته، لا يخفون عليه سبحانه وتعالى. نعم. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، ثم يوم القيامة يخبرهم، ينبئهم يخبرهم بما عملوا ويجازيهم عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، هي بالمسألة مهملة وكل يسرح ويمرح.
هناك حفظة، هناك ملائكة مع العباد حفظة يتعاقبون بالليل والنهار، يحصون أعمال العباد ويحفظونها ويكتبونها. هذا الإنسان مهمل. نعم. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما ولا أدنى من هذا العدد ولا أكثر إلا هو معهم سبحانه. فليس المراد تخصيص هذا العدد، وإنما هذا من باب التمثيل، وإلا فالله جل وعلا مع الكثرة ومع القلة. نعم. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أينما كانوا، في ظلام، في ضياء، في بر، في بحر، في بلد. نعم. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد رحمه الله بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أن المراد بالمعية معية العلم. نعم. وقوله لا تحزن إن الله معنا، لما الرسول صلى الله عليه وسلم أراد الهجرة خرج مختفيا في الليل مع أبي بكر صاحبه أبي بكر، وذهب إلى غار ثور جنوب مكة يبي عمي الخبر، هو بيروح للمدينة شمال، لماذا راح لغار ثور جنوب؟ لبي عمي عليهم الخبر. فذهب إلى غار ثور واختفيا فيه، فجاء الكفار إلى الغار، وقفوا على فم الغار وباب الغار. قال أبو بكر يا رسول الله، خائفا على الرسول، يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فأنزل الله هذه الآية إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه أبي بكر لا تحزن إن الله معنا. نعم. وقوله إنني معكما أسمع وأرى، قوله لموسى وهارون لا تخافا، لا تخافا، إنني معكما، لا تخافا من وقوفكم مع عند فرعون ومخاطبته وجبروته، إنني معكما أسمع وأرى، فلن يصل إليكم فرعون بأذى. نعم. وقد حصل هذا، حفظهم الله من فرعون وأهلك فرعون ونصر موسى وهارون. نعم. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة، إن الله مع الذين اتقوا، اتقوه يعني عملوا بطاعته، والذين هم محسنون. والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويطلق الإحسان على الإتقان، على إتقان العمل والحرفة. نعم. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، اصبروا إن الله مع الصابرين، معية نصر وتأييد، مع الصابرين، اصبروا على ما أمركم الله به، إن الله مع الصابرين، هذا تطمين لهم. نعم. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نعم. لما قابلوا جنود الجبار، لما قابلوا وهم قلة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، يؤيدهم وينصرهم. فحصل ما وعد الله به لما تقابل جالوت وجنوده، وتقابل ملك الذي بعثه الله ليقاتل جالوت، تقابل، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله
والله مع الصابرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. داود كان في جند جالوت، وبعد ما قتل جالوت أعطاه الله النبوة والحكمة والملك. نعم. وقوله ومن أصدق من الله حديثا، وقوله سبحانه ومن أصدق من الله حديثا، الحديث والكلام بمعنى واحد، لا أحد أصدق من، لا شيء من الكلام، لا شيء في الدنيا من الكلام أصدق من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. ففيه إثبات الحديث لله عز وجل، وأنه يتحدث وأنه يتكلم وأنه يقول. نعم. وقوله ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا يعني قولا، قيل يعني قولا، لا أحد أصدق قولا من الله عز وجل. نعم. وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. نعم. وإذ قال الله، قال الله، هذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل. يا عيسى، يخاطب عيسى ابن مريم، إني متوفيك ورافعك إلي، ففيه يعني إثبات الكلام لله عز وجل. نعم. وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تمت كلمة ربك يعني كلام، كلمة بمعنى كلام، صدقا في أخباره، عدلا في أحكامه سبحانه وتعالى. فكلام الله يجتمع فيه الصدق والعدل، الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. نعم. وقوله وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى، هذا من خصائص موسى عليه السلام، أن الله يكلمه ويسمع موسى كلامه، ففيه إثبات الكلام. ولهذا يسمى موسى عليه السلام بالكليم، لأن الله يكلمه ويسمع موسى كلامه، وموسى يكلم الله جل وعلا، هذا من خصائص موسى عليه السلام، أن الله يكلمه من فوق سبع سماوات ويسمع موسى كلامه. نعم. وقوله منهم من كلم الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله مثل موسى عليه السلام، ففيه إثبات الكلام لله عز وجل. نعم. وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لما جاء موسى لميقات الله جل وعلا الذي وعده فيه ليعطيه صحائف التوراة، ألواح، يعطيه ألواح التوراة، فموسى عليه السلام ذهب إلى موعد الله عز وجل وتلقى من الله التوراة، ألواح التوراة مكتوبة، كتبها الله بيده، التوراة كتبها الله بالألواح بيده سبحانه وتعالى، وأعطاها موسى عليه السلام. وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لما جاء موسى لميقاتنا الذي وعده الله أن يكلمه فيه، كلمه ربه، كلمه، فيه إثبات الكلام لله عز وجل. نعم. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، نادى الله موسى من جانب الطور، والطور هو الجبل، من جانب الطور الأيمن ناداه، وسمع موسى كلامه وأجابه من جانب الطور الأيمن، أيمن الطور. وقربناه نجيا، والنجوى هي الحديث الخفي، فالله جمع لموسى بين النوعين، بين الكلام بالصوت وبين المناجات الخفية، قربناه، قرب موسى نجيا. نعم. ففيه إثبات النجوى لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، نادى فيه إثبات النداء لله، وأن الله يتكلم وينادي بصوت يسمع. نعم. وقوله
وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. ناداهما يعني آدم وحواء عليهما السلام لما أكل من الشجرة التي نهاهما الله عن الأكل منها، لكن زينها لهم الشيطان وقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكل منها دلاهما بغرور، فعند ذلك ندم آدم وحواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، تاب الله عليهما. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. نعم، الشاهد أن الله ناداهما نادى آدم وحواء. نعم. وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، في يوم القيامة ينادي الله المشركين الذين عبدوا معه غيره، يقول هاتوا الشركاء، وينهم؟ ما يلقونهم، راحوا. أين شركائي الذين كنتم تزعمون في الدنيا؟ ما يجيبونهم، ما راحوا. نعم. وقوله هذا من باب التحدي. نعم. وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم ينادي الله الخلائق ويقول ماذا أجبتم المرسلين الذين أرسلوا إليكم، ولهذا يقولون كلمتان يسأل عنهما كل أحد، ماذا أجبتم، ماذا كنتم تعبدون، وماذا أجبتم المرسلين، لابد كل واحد يسأل عن هالمسألتين، من تعبد وكيف أجبت المرسلين، وش الجواب؟ المؤمن يثبته الله يجيب، وأما الكافر فيتلجلج ولا يستطيع الجواب. نعم. وقوله وإن أحد، ولكن الشاهد يوم يناديهم إثبات النداء لله عز وجل. نعم. وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إن أحد من المشركين، المشركون يطردون من بلاد المسلمين، لكن لو واحد منهم طلب أنه يدخل في بلاد المسلمين ليسمع القرآن، يسمع الدعوة إلى الإسلام، يمكن من هذا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فيه إثبات الكلام لله، هذا الشاهد من الآية، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. أيضا أنت أمنت في الدخول اتأمن أيضا في الخروج، الإسلام دين الوفاء، الإسلام دين الوفاء وعدم الغدر. نعم. وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، كان فريق منهم يعني من اليهود يسمعون كلام الله، فيه إثبات الكلام لله، ثم يحرفونه بالتأويلات الباطلة والتفسيرات الخبيثة، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، نسأل الله العافية. نعم. يفسرونه بغير تفسيره على أهوائهم. نعم. وقوله لكن فيها إثبات يسمعون كلام الله، إثبات الكلام لله عز وجل يكفي. نعم. وين وقف؟ يريدون أن يبدلوا كلام الله. نعم، خلنا الدرس الثاني إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما المقصود بالمعية في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم؟ المعية العامة، معكم أي مع الخلق أينما كانوا، معية إحاطة، معية علم وإحاطة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول في بداية الدعوة هل يجب على المسلم الدعوة إلى تحقيق التوحيد أو الدعوة إلى أو الدعوة عن خطورة الشرك؟ الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا اللي يبدأ به،
الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه وكلمه كما كلمه موسى عليه السلام؟ كلمه، نعم، كلم الله، كلم محمد ربه ليلة المعراج وخاطبه بفرض الصلوات، فرضها الله عليه بالمعراج فوق السماء، وتراجع معه حتى هي أول ما هي 50 صلاة في اليوم والليلة، تراجع مع ربه حتى خففها إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. نعم، كلم محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، وأما الرؤية ما رآه، سئل صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، يعني حجابه النور، ما يستطيع أحد يراه سبحانه وتعالى، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، حجابه النور سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل قرب الله عز وجل بمعنى العلم، أم أن القرب شيء والعلم شيء آخر؟ القرب يراد به قرب الإجابة، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويراد به أن الله جل وعلا مع خلقه، يراد به المعية، قرب يعني قرب المعية، أنه محيط بهم وأنه يراهم ويسمعهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من أنكر علو الله وكلامه هل يعد كافرا بذلك؟ نعم، إذا كان بلغته الأدلة على ذلك ورفضها ولم يعمل بها فإنه يكفر بذلك، أما إذا كان جاهلا ولا مقلد أو مقلدا لغيره فهذا لا يكفر، ولكن يعتبر من أهل الضلال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يبدع الإنسان في المسائل الاجتهادية، أو أن المسائل الاجتهادية معذور فيها؟ اجتهادية اللي هي محل الاجتهاد لا يبدع الإنسان، ولذلك الفقهاء الأربعة ومن قبلهم يختلفون في المسائل الفقهية، ولا يبدع المخالف، لأن كل واحد يحتمل أنه هو الذي على الصواب، ما دام له احتمال من الدليل يمكن هو المصيب، فلا يبدع في هذا المسائل الفقهية. وأما المسائل الاعتقادية اللي يخالفها ما في شك أنه مبتدع وضال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في قوله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على العذر بالجهل، فهل يستقيم هذا؟ نعم، فيها ما أخذ لهذا، هذا جاهل يحتاج أنه يسمع كلام الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل ما يخبر به بعض الناس من أنهم قد رأوا عذاب القبر لبعض الناس بسبب سوء أعمالهم صحيح؟ وما نعم عقيد؟ نعم، قد يشاهد عذاب القبر، قد يشاهد عذاب القبر لأجل العباد يرتدعون ويزيد إيمانهم، قد يشاهده بعض الناس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز الدعاء بالقول: أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك؟ نعم، هذا من صفاته سبحانه، والله يسأل بأسمائه وصفاته، وهذا سأل به الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء الطائف: أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف نرد على من ينكر الصفات الذاتية كالعينين ويقول إنكم تنفون الكيفية وتثبتون المعنى الذي يدل على نوع من الكيفية؟ نحن نثبت ما أثبته الله ورسوله وننفي ما نفاه الله ورسوله، والله جل وعلا أثبت لنفسه الصفات الذاتية والصفات المعنوية فنحن نثبتها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الرد على من قال أن الآية لا تدل على أن أبا بكر هو من كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء؟ أجل أنت اللي مع الرسول، يعني ينفي شيء ثابت إذ يقول لصاحبه، من هو صاحبك أنت؟ يا سبحان الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل صحيح أن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما كان يفتيان بجواز المتعة؟ لا، المتعة نسخت، المتعة نسخت ولا يجوز الإفتاء فيها، وهي زينة، بعد نسخها صارت زينة لا يجوز العمل بها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما أفضل كتاب للرقائق والمواعظ وأمور الآخرة؟ في كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري، أحاديث في الترغيب وأحاديث في الترهيب، فيه تبصرة لابن القيم لابن الجوزي، تبصرة لابن الجوزي، لكن الموجود مختصر التبصرة، فيه مواعظ عظيمة وفي ترقيقات وفيه. نعم. ويسأل حفظك الله عن كتاب التذكرة للقرطبي. تذكرة ما هو بالقرطبي صاحب التفسير، غيره، قرطبي غير صاحب التفسير، والتذكرة هذه في علوم الآخرة، تذكرة في علوم الآخرة، فيها علم وفيها خير. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الفرق بين القضاء وبين القدر؟ لا فرق بينهما، القضاء هو القدر والقدر هو القضاء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل طلق امرأته طلقتين فأقل، ثم تزوجها رجل آخر ووطئها ثم طلقها ثم رجعت للأول، فهل يبني على ما مضى؟ يتزوجها بعقد وعلى ما بقي من الطلاق، على يتزوجها على ما بقي من الطلاق، واحدة أو ثنتين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: متى يخرج الرجل عن منهج أهل السنة والجماعة ويصير من أهل البدع؟ إذا لم يتمشى على مذهب أهل السنة والجماعة فإنه خرج من ذلك إلى الضلال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: نذر رجل إن توظف ابنه أن يصوم 10 أيام. يقول: نذر رجل إن توظف ابنه، ابنه أحسن الله، إن توظف ابنه أن يصوم 10 أيام، فجاءت الموافقة على توظيفه فابتدأ الصيام من عاشوراء بنية النذر وعاشوراء، هل يجزئ يوم عاشوراء الذي صامه من النذر؟ إذا كان نواه من النذر يكون من النذر ولا يكون من عاشوراء، حسب نية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن صام اليوم العاشر من المحرم بنية أنه نذر أو أنه قضى من رمضان أو أنه كفارة فهو على ما نوى ولا يكون عاشوراء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: يكون عندي أوراق كثيرة في العمل ومذكور فيها لفظ الجلالة فأقوم بطمس لفظ الجلالة بالقلم، فهل يكفي؟ صعب عليك هذا أنك تبي كل ورقة تبي تطمس بالقلم، لكن اللي تشوفه ترفعه، اللي تشوفه فيه اسم الله ترفعه، واللي ما تدري عنه ما لست مكلفا تتبع الأوراق كلها. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما رأيكم بالمقولة التي تقول: زرت بلاد الغرب فوجدت إسلاما ولم أجد مسلمين، وزرت بلاد الإسلام فوجدت مسلمين ولم أجد إسلاما؟ هذا ينسب إلى محمد عبده المصري، والله أعلم، لكن كلام باطل هذا. المسلمون خير من الغرب مهما كان، المسلم خير من الكافر ولو كان إسلامه ضعيفا أو إيمانه ضعيفا، فهو خير من الكافر. نعم، فلا يفضل الكافر على المسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ندرس في الكلية ويتعارض وقت بعض المحاضرات مع بعض الصلوات، فلا نخرج إلا وقد صليت الجماعة الراتبة في المسجد الذي بجوارنا، ونظرا لضيق الوقت فنصلي في الأسياب والممرات، فما حكم ذلك؟ والله هذا راجع مدير الجامعة وخلوه يعدل يعني التوقيت عن وقت الصلاة، وهذا سهل عليه، ما هو بصعب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يصح وقف عثمان رضي الله عنه في المدينة؟ هل يصح وجود وقف عثمان رضي الله عنه في المدينة الآن؟ ما أوقف بئر ذروان لأن عذبة، وأوقفها للمسلمين يشربون منها، ألا أدري هي موجودة؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يؤجر الرجل بإكرام الضيف؟ نعم، إكرام الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إذا أكرمه بنية صالحة امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يؤجر على هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل من يتوقع حدوث المصائب في نفسه سرا مثلا يصاب أهله أو كان ينتكس عن الدين، هل يعتبر هذا سوء ظن بالله؟ يحسن الظن بالله ويتوكل على الله، ولا يفتح على نفسه أبواب الهموم والوساوس والأحزان وتوقع الشر، توقع الخير من الله عز وجل، يحسن الظن بالله. أنا يقول الله جل وعلا: أنا عند حسن ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف لي أن أعرف أن ما نزل بي من بلاء هو بسبب ذنوبي؟ الله جل وعلا يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. نعم، فما يصيبك شيء من المكاره إلا بسبب ذنوبك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يقال بسم الله عند إغلاق الباب حتى لا يفتحه الشيطان، هل هذا صحيح؟ عند الدخول تقول بسم الله عند الدخول إلى المنزل، هو عند إغلاق الباب، عند الدخول ويكفي هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: وضع المال عند البنوك الربوية ووضعها وأخذها عند الحاجة، هل بهذا يساعد البنك على الربا؟ هذا للضرورة، وأنت تدعي أموالك تسرق لو تخليها معك عليك خطر تقتل بسببها، أودعها للضرورة ما في بأس، لكن لا تأخذ الربا، ما يجوز لك تأخذ عليها ربا، إيداع للحفظ فقط. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: سأعتمر بإذن الله مع بناتي غير البالغات، فهل يجب علي أن يأتينا بكل أركان العمرة؟ يقول إيه؟ يقول: سأعتمر مع بناتي غير البالغات. أو هن يعتمر معه، يعتمر معهن، يعني هنا اللي يروحن به يعتمر بهن، يقول أعتمر ببناتي. نعم. يقول: سأعتمر ببناتي غير البالغات،
فهل يجب أن يأتينا بكل أركان العمرة؟ إذا أحرمنا نعم، إذا أحرمنا بالعمرة يجب أن يكملنا، وأتم الحج والعمرة لله. إذا أحرم به يلزمه حج أو عمرة، يلزمه إتمام النسك الذي أحرم به كبيرا كان أو صغيرا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قدمت إلى المملكة في أول ذي الحجة ودخلت مكة بغير إحرام. يقول: قدمت إلى المملكة في أول ذي الحجة ودخلت مكة بغير إحرام وأنا أريد الحج، ويوم التروية أحرمت من مكة وبدأت مناسك الحج، فهل علي دم؟ إن كان يوم تمر على الميقات وأنت تريد الحج يجب أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه، فإن أحرمت من دونه يكون عليك فدية. أما يوم تمر على الميقات ما نويت حج، أو تقول إن حصل لي أبا حج ولا ما حجيت، فأنت تحرم من المكان الذي عزمت على الحج فيه. إن كان للعمرة يكون من الحل خارج الحرم تنعيم، وإن كان حجا تحرم به من مكة، حتى أهل مكة من مكة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في قول الله تعالى عن إدريس: ورفعناه مكانا عليا. نعم. هل إدريس ما زال حيا؟ الأنبياء ما أحيا في قبورهم، إدريس وغيره في قبورهم أحيا. نعم. أحسن الله إليكم. لكن حياة برزخية، ما هي حياة في مثل الدنيا، لا. ولذلك تزوج نساءهم وتورث أموالهم، وإنما هي حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض الشركات الربوية تضع سيارات استرجعتها من بعض يقول بعض الشركات الربوية تضع سيارات استرجعتها من بعض عملائها لمشكلة معهم، فهل يجوز الشراء منها مؤجلا مع العلم أن الشروط مطابقة للبيع الشرعي؟ لا، لا تشري منها ما دام تعرف مصدرها، أن مصدرها من الربا لا تشري منها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل عيسى عليه السلام إذا نزل يكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو من أصحابه، من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون مجددا لدين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجب على طالب العلم الرد على أهل البدع؟ إن كان يعرف يرد يجب عليه، أما إن كان ما يعرف الرد يرد، أخاف أنه يرد برد غير صحيح ثم يكون النقص عليه هو، يرجعون عليه ويكون النقص عليه هو لأنه ما عرف يرد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: تأتيني خواطر وأفكار خبيثة في ذات الله ولا أتكلم بها وأكرهها، فماذا تنصحونني بذلك؟ الحمد لله، ما دام تكرهها ولم تنطق بها فذلك محض الإيمان، هذا يدل على الإيمان. واستعذ بالله، إذا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف أعرف أن الله قد رضي عني؟ ما حد يعرف أن الله رضي عنه، ولكن يرجو أن الله رضي عنه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: نذر رجل أن يطعم عددا من المساكين طعاما مطبوخا، فأطعم جزءا منهم وأراد أن يدفع الباقي لعائلة فقيرة ويدفع. لا، إذا كان عي الناس بالنذر أن يطعمهم فلا بد يكملهم، ولا يكفي أنه يروح لغيرهم يعطي عائلة فقيرة.
وعينهم لازم إنه ينفذ النذر. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الحجامة سنة؟ وهل ورد تحديد يوم معين لفعلها؟ الحجامة ما هي بسنة، لكنها طب نبوي، يقال طب نبوي، لا يقال إنها سنة. العلاج هذا يعمل عند الحاجة، ولا ما يعالج بالحجامة يقول أبي لجر، لا، يعالج على أنه يبي الشفاء. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لي شراكة مع بعض الناس، ودخل معي برأس مال بالجنيه المصري. يقول: لي شراكة مع بعض الناس، ودخل معي برأس مال بالجنيه المصري، والشراكة بالريال السعودي، واتفقنا عند إنهاء الشركة أن يرد رأس المال له بالجنيه المصري، لكن الريال يرتفع الآن عن الجنيه المصري، يرتفع الريال الآن عن الجنيه المصري أكثر من قبل، فما نصيحتكم حيال ذلك؟ إذا تراضيتم على شيء، تراضيت أنت وياه على شيء، تمشون عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لو كنت في صلاة النافلة وأتى مسبوق ودخل معي في الصلاة، وكنت أصلي سرا، والمسبوق قد فاتته صلاة جهرية، فماذا أصنع؟ نعم، هو يتبعك، ما الجهر ما هو بلازم، الجهر السنة ما هو بلازم، خلوا يصلي معك لا بس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل تجوز قراءة القرآن من المصحف إذا كنت محدثا حدثا أصغر؟ لا، ما تلمس المصحف، ما تلمس المصحف مباشرة. أما أنك تلمس القرآن بآلة أو بقلم أو بمسطرة فلا بأس، أو تضع على يديك كمام ما في بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل عن لبس ملابس غير العباية للنساء. مش غير العباية، لباس خاص يقول. خاص إيش خاص؟ لازم من الستر تلبس لباسا ساترا، عباية أو إجلال كبير ساتر يسترها، تلبس الذي يسترها سترا تاما. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز الاغتسال بماء مقروء فيه بالقرآن؟ لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كنت أداعب زوجتي في رمضان، وكان يخرج مني مذيا أثرا للمداعبة، والحمد لله لم يتم الجماع، فهل علي شيء في هذا؟ إذا كان ما خرج منك المني وإنما هو رطوبة فقط، هذا لا يبطل الصيام، إنما يبطل الوضوء إذا كنت متوضيا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يجوز إدخال الكافر في المسجد؟ لا بأس بذلك، يصلح شيء ما يصلحه إلا ولا يعرف له إلا هو، ما يخال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول: ذكر ابن القيم رحمه الله في المحلل والمحلل له، سواء كان بمهر مؤخر أو مقدم، يقول: هل المؤخر المعروف في زماننا الذي يدفع عند الطلاق؟ المؤخر حسب اتفاق على الأجل، إن قالوا مؤخر إلى الطلاق يتأجل إلى الطلاق، إن قالوا مؤخر إلى شهر إلى سنة، حسب ما يحددون من الأجل. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذه الدعوة التامة للصلاة نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل ورد في فضل سورة الإخلاص أن من قرأها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة؟ لا أعرف هذا ما أدري. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل تجوز مؤاكلة تارك الصلاة والسكنى معه؟ إذا كنت تنكر عليه وتنصحه لا بأس، أما إذا كنت تأكل معه منبسط ولا تقول له شيء ما يجوز هذا. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يكفر من أخرج الصلاة عن وقتها متعمدا وماذا عليه إذا أراد التوبة؟ عليه يتوب، يتوب ويحافظ على الصلاة، عليه أن يتوب ولا يبعد أنه يكفر إذا أخر الصلاة عن وقتها متعمدا. قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكر لا كفارة لها إلا ذلك، ولم يذكر من تعمد، ما ذكر إلا الناس أو النايم. نعم فالمسألة خطيرة جدا. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول في عصرنا تضاف في بعض المأكولات المخزنة مواد حافظة مكونة من شحم بعض الحيوانات المحرمة ومنها الخنزير، هل يجوز أكل هذا النوع من الأكل؟ لا، ما خالطه شيء محرم لا تأكل منه. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز أن ينادي الرجل أمه باسمها أو باسم مختصر لها من باب التودد لها؟ يجوز، لكن كونه يناديها باسم يسرها يا أم فلان يا والدتي يا أمي أحسن، ما في شك، تلطف معها. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما أفضل متن يحفظه طالب العلم في العقيدة؟ المتون كثيرة وميسورة والله الحمد، لكن الشأن في العالم اللي يبي يشرح لك هذا المتن، لازم، ما هو بالمسألة كتابه بس، واحد يفهم العقيدة ويفهم هذا الكتاب يشرحه لك شرح صحيح، ابحث عن عالم بهذه الصفة والله يعينك. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل حلق اللحية يعد من كبائر الذنوب؟ يعد من المحرمات، وإذا أصر عليه يصير من الكبائر، إذا داوم عليه يصير من الكبائر، الصغيرة إذا داوم عليها تكون كبيرة. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول كلم الله موسى عليه السلام عن طريق جبريل أم تكليما مباشرة؟ مباشرة، يسمع موسى كلام ربه عز وجل، هذا من خصائص موسى عليه السلام. نعم ولهذا قال وكلم الله موسى تكليما، تكليم هذا مؤكد. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول
عندنا امرأة تقول أنها رأت بالمنام أن رجلا قال لها اقرأي على الناس في قراءتك اقرأي على الناس ففي قراءتك علاج للناس، وهي تقرأ الآن ومن غير صوت مسموع، فهل فعلها صحيح؟ حتى لو ما شافت بالرؤيا إذا كانت ترقي المرضى، وهذا من الإحسان إليهم ومن العلاج، هذا شيء طيب ولو ما رأت بالرؤيا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل ورد تفضيل محمد عليه الصلاة والسلام على موسى عليه السلام؟ محمد هو أفضل الأنبياء، هو أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أفضل الأنبياء والمرسلين، وهذا بالإجماع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أقرضت مالا لصديقي وحال الحول عليه، هل أخرج الزكاة على المال الذي عندي والمال الذي عند صاحبي؟ نعم، تخرج الزكاة عن المال اللي بيدك والمال الدين اللي لك على الناس، زكيهم جميع. نعم. أحسن الله إليكم، كله ملكك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، إلا إذا كان المدين معسرا أو مماطلا ولا تدري هو يجي أو ما يجي، هذا الزكيه إذا قبضته، أما الشيء اللي أنت واثق من مجيئه هذا الزكيه كل سنة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أعمل في الجامعة وفيها مصلى كبير، فهل الأفضل أن أصلي في المصلى أو في المسجد القريب من الجامعة؟ الأفضل المسجد ما في شك، ولكن إذا ترتب على ذهابك للمسجد ضياع العمل الذي أنت متكفل به فصل في الجامعة في المصلى، أما إذا كان ما يترتب عليه ضياع للعمل الوظيفي فصل في المسجد القريب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز الرهان من الطرفين؟ يقول هل يجوز الرهان من الطرفين؟ إيش الرهان؟ الرهان المقبوضة، الرهن يعني. الرهان اللي يؤخذ عليه عوض، مراهنة اللي يسمونها المراهنة، هذا من القمار ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول من أكل المال بالباطل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم الرضا بالقضاء والقدر؟ واجب من أركان الإيمان الستة الرضا بالقضاء والقدر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل صحيح قول من يقول إن أبا حنيفة رحمه الله كان من المرجئة وكان يرى السيف والخروج على الحاكم؟ يا إخوان احترموا العلماء، الإمام أبو حنيفة إمام جليل من أئمة الإسلام، فلا يناله منكم تنقص، أو ترحموا عليه وادعوا له. نعم، هو أقدم الأئمة الأربعة، بل هو قيل إنه من التابعين، وأقدم الأئمة، أدرك الصحابة أو أدرك تلاميذ الصحابة، فله فضل عظيم وله مكانة في الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول تباع بعض الأغراض المنزلية بالتقسيط ويطلب، يقول تباع بعض الأغراض المنزلية بالتقسيط ويطلب من الزبائن دفع مبلغ زائد لأجل الأوراق الإدارية. من أجل؟ الأوراق الإدارية. إيش الأوراق الإدارية؟ ما أدري. إيه خلوها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول طلبت قرضا من البنك فأخبرني الموظف بأن البنك يعطي بضاعة وأنا أقوم ببيعها أو أوكل البنك ببيعها ثم أعيد. هذا ما هو قرض، هذه مسألة التورق، مسألة التورق، تشري بضاعة من التاجر أو من البنك تقبضها وتبيعها وتقضي حاجك بثمنها، ثم إذا حل الأجل تسدد
للبنك أو للتاجر لا بأس بذلك. هذه مسألة اللي يسمونها الدينة أو الغائبة، والفقهاء يسمونها مسألة التورق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل اشترى قطعة أرض ليبني عليها بيتا ولم يتمكن من ذلك وحال على شراء الأرض الحول، فهل عليها زكاة؟ لا، إذا كان ناويها للسكنة ما فيها شيء، ما فيها شيء. هذه كالأرض اللي ينويها للبيع تجارية تصير، أما اللي ينويها للسكنة ما فيها زكاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم من ينكر على من صام يوم عاشوراء ويوما قبله وبعده ويقول إن صوم ثلاثة أيام؟ هذا ينكر السنة، هذا ينكر السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بجهله. إن كان عالما ويدري فهذا عليه خطر، أما إذا كان إنه جاهل فهو يسكت ما يتكلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم بهذه المقولة: القصد العام من نزول القرآن هو هداية الخلق وإصلاح البشرية وعمارة الأرض؟ إيه، كله مقصود بالقرآن، عمارة الأرض للخير ولإعانة المسلمين بالزراعة، كله هذا من مقاصد القرآن الكريم. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وآتوا حقه يوم حصاده، يعني الزرع. الله أمر بالزرع والحرث، وأمر بالتجارة، وأمر بالمكاسب الطيبة، ليستغني الإنسان عن حال حاجة للناس، وليتنشط الاقتصاد عند المسلمين. نعم. انتهى.